كابتن هاني العجازي، يمكن ده دي يعني من الحاجات اللي انت مثلا بتحافظ عليها، ده نوع من انواع تركيز هاني العجازي. ويمكن كمان فكره هنا المدير الوكيل اللاعب، وكيل اللاعب ما احنا ممكن نبدلها بالمدير الفني الذكي اللي بيتعامل مع اللاعب اكتر نفسيا. يعني طبعا العامل البدني مهم، بس كمان العمل النفسي له دور افتكر الاهم. يعني فاعمال التركيز هاني العجيزي قبل المباراه بقى بيبقى معتمد على نفسه، على اللعيبه الكبار، على طقوس معينه انت بتعملها، شكلها عباره عن ايه؟ بص انا عايز بس اتكلم في حته الوكيل دي، لان مفيش وكيل في مصر بيعمل اللي حضرتك بتقول عليه ده خالص. مفيش وكيل في مصر أصلاً بيعمل كده ولا بيتكلم لعيب اصلا. يعني هو اخره ان هو بيكلمه عايز منه فلوس. فلوس اه ده حقيقه فعلا، ده حقيقه. مع احترامي ليهم كلهم فعلا، لان انا في برضه ايجنت محترم قليل الاول ان هو يتصل بلاعب قبل مباراه مهمه ويقول له مثلا انت هتشتغل كذا او هتعمل كذا وحاول تركز على النقاط. اه بالظبط، فالحاجات دي بتبقى قليله جدا. لكن بتختلف يا كابتن هاني برضه من مدرب لمدرب ومن لاعب للاعب. يعني في مدرب ممكن يقول لك اقعد قبل الماتش افتكر الحاجات الايجابيه اللي انت كنت بتعملها مثلا الماتشات اللي فاتت، افتكر الاجوال اللي كنت بتجيبها. في مدرب يقول لك حاول اللاعب اللي هتلعب عليه مثلا، لو انا مثلا فرود وهلعب على سيرد باك، حاول تشوف عيوبه ايه، بطيء، كورته كويسه، الحاجات دي كلها برده بتفرق مع اللاعب. لما انت بتقعد تشتغل على اللاعب اللي انت هتلعب عليه الحاجات دي بتفرق. في حاجات برده يقول لك في لاعب مثلا طبيعته ان هو بينام بدري، لو جه مثلا نام متاخر اخر في يوم هتلاقي نازل الماتش وحش، والعكس العكس هتلاقي ممكن برضو تلاقي العكس. الواحد لو الواحد نام متاخر دي جزء بقى تفاؤل وتشاؤم، في جزء في التفاؤل وتشاؤم. انا لسه كنت لسه كنت لسه هتكلم فيها برضو. ففي بتختلف. يعني انا من رايي انت كلاعب في الماتشات المهمه دي حاول انت تشتغل بطبيعتك. اليوم اللي انت بتعمله في الماتشات العاديه حاول انت تعمله، ما تحطش على نفسك ضغوطات، لان الضغوطات دي ممكن تاثر عليك بالسلب، ان انت ممكن تنزل الملعب حاطط في دماغك ان انت هتشتغل كذا وتفتكر المدرب قال لك كذا والصحافه هتقول ايه، لو انت زي ما حضرتك قلت لو الصحافه هتكلم عليك بعد الماتش لو خسرت هتعمل ايه، فهتلاقي الضغوطات دي كلها عليك، فهتنزل اكيد في الماتش هتنزل اكيد هتتاثر بالحاجات دي كلها. لكن انا من رايي انت اي لاعب، يا ريت حتى لو في ناس دلوقتي بتسمعنا، انت اتعامل عادي خالص. بتنام بدري نام بدري، بتنام متاخر، مش عايز اقول نام متاخر طبعا، لان النوم متاخر طبعا صعب خلاص. لكن في لعيبه كبيره، في لعيبه كبيره ايوه بتتفائل يعني بالنوم. لا مش بتتفائل، تعود. هو موضوع تعود. هو في البيت بيسهر تمام، فلما بيجي يبات في المباراه ليله المباراه بينام بدري، فبالتالي الدنيا بتتلخبط معاه. افتكرت عزه ده حقيقه فعلا. انا بتكلم في حقيقه، هو كمان في لعيبه كبيره. انا بكلم حاجات دي كانت بتحصل معايا. ممكن الكابتن اسامه عشان ملتزم شويه، انت كنت بتنام متاخر؟ انا مالهاش دعوه بالالتزام. لا لا خالص، هي تعود. هو هتلاقي لي كان بينام متاخر. لا في نوعيه لعيبه مثلا ما يقدرش طبعا كتر. لا حسام حسن ما كانش بينام ليله الماتش. حسام حسن وابراهيم يفضلوا يفكروا لغايه الساعه 2 3، وانا متعود انام مثلا بدري، اقول له انا عارف طبعه وخلاص. لكن هو تلاقيه تنشن قوي لدرجه يعني بينام متاخر، مش معناه ان هو يعني مش ملتزم او مش عايز. لا ملهاش علاقه، هو تعود على التعود. والجمعه كان طول اليوم نايم، تدخل مثلا بدري من الساعه 10 نايم، بعد الفطار نايم، بعد الغدا نايم، واهم حاجه هو نايم تلاقي مغطي دماغه ومغطي جسمه كله وكاشف رجله من تحت. صباع رجله الكبير لازم يكون بارك. تلاقي صح في المباراه يعني. انت عارف يا كابتن هاني في لعيبه كمان. يعني انا في مره كنت بقيت مع احمد فتحي في مره في ماتش. احمد فتحي لازم من نوعيه اللعيبه اللي بيطلع لازم يصلي الفجر. كابتن اسامه نفس الكلام. في لعيبه لازم تصحى تصلي الفجر. انا مثلا لو صحيت ممكن صليت الفجر وممكن ما اعرفش انام بعدها، ممكن اقعد فتره حوالي ساعتين ثلاثه ما اعرفش انام، فدي ممكن تاثر عليا. فاهم؟ لا انا بتكلم والله، بتكلم بصراحه. في حاجات دي بتحصل كل لعيب. عايز تقول ايه بالظبط؟ لا انا بتكلم في حاجات بتحصل فعلا.